منذ لحظات قليلة وصلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا للقاء يانج أفريكانز مساء السبت إن شاء الله في الجولة الثانية. دي لقطات من تحرك البعثة من مطار القاهرة، ثم الحمد لله الآن سلامة الوصول، لسه الزملاء مبلغينا نزلت الطيارة الآن، طيارة خاصة البعثة برئاسة الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي، مصحوبة طبعا بدعوات الملايين وبرغبة واضحة عند اللاعبين وعند الجهاز الفني على حتمية تصويب مسار الأداء. ولذلك كان في تمرين قوي النهاردة في ملعب مختار التتش وفي محاضرة المستر مارسيل كولر، ثم التوجه مباشرة إلى المطار في اللحظات اللي انتوا شايفينها، وبعدها الوصول يا باشمهندس بسلامة الله. هذا التنقل الواضح من المحلي إلى الإفريقي إلى إلى ها؟ ربما يكون جزء من الحيرة الفنية اللي بناخدها. ونتمنى هذه المرة أن اللعيبة تروح بأكبر قدر من التركيز، لأن يعني مش عايزين كل مرة البدايات المرهقة بتاعتنا دي الإفريقية اللي بتضغط علينا باستمرار. نتمنى بقى تكون بداية مريحة شوية. دي لقطات من الوصول بقى، يعني وصول البعثة إلى دار السلام. اتفضل يا باشمهندس. فنتمنى ان بتبقى في فرصة وكأنها معسكر، السفرات اللي زي دي رغم انها مرهقة لكنها بتبقى في فرصة للأجهزة الفنية والأجهزة الإدارية وللعيبة حتى مع بعضها انها تتكلم وتتناقش وبصراحة وبوضوح وتتفق على ازاي نخرج من هذا النفق جميعا يعني. ده كان مهم جدا، لانه الحقيقة اليومين اللي فاتوا فيهم من جلسات المصارحة والمكاشفة والبحث في أسباب اللي حاصل هنيجي عليه بالتفاصيل، لكنه أعتقد مباراة يانج أفريكانز مباراة مهمة جدا. وعلى ذكر يانج أفريكانز، النهاردة كان في اجتماع للاتحاد الأفريقي أعلن من خلاله تدشين رابطة الأندية الأفريقية،